فصارت غزة والضفة سوق للمنتجات الإسرائيلية، وصار الشعب الفلسطيني عمال لدى إسرائيل. فربطت حاجة الشعب الفلسطيني بالعمل والرزق، وضيقت فرص العمل الأخرى، وتنامى التيار الصهيوني المتطرف، وكثرت محاولات اقتحام الأقصى وتهويد القدس، وزادت الاعتداءات على المساجد والآثار الإسلامية في نفس الوقت الذي كانت تتنامى فيه الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي كله، وتنامت كذلك في فلسطين. وقامت هذه الصحوة بإذكاء مشاعر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبدأ اليأس عند الفلسطينيين من العرب ومن المنظمة ومن الحلول السلمية، وزاد الشعور الشعبي بضرورة المبادرة وعدم انتظار تحرك العرب، لأنهم رأوهم على مدى أكثر من 40 سنة. ماذا فعلوا لكم؟ من 48 عندما احتلت فلسطين ماذا فعلوا؟ بالإضافة إلى تصعيد العمليات العسكرية من قبل الطرفين، كل هذا كان مقدمات للانتفاضة. وفي 8/12/87 يحدث حادث صغير. إسرائيلي يقود شاحنة كبيرة، يمر على سيارتين لعمال فلسطينيين، فيتعمد أن يدير سيارته نحوهما فيحطم السيارتين ويقتل 4 من العمال الفلسطينيين. هذه القشة الصغيرة لا شيء بالنسبة لمجازر صبرا وشاتيلا، بالنسبة لأحداث كثيرة جدا، لكن كانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، كانت القشة التي انطلقت بسببها المظاهرات والإضرابات الضخمة وقذائف الحجارة والمولوتوف في 9/12. بدأت الانتفاضة بعد صلاة الفجر. قامت الحركة الإسلامية من مخيم جباليا بترتيب المظاهرات العامة، وتصدت لهم إسرائيل، فتوالى سقوط الشهداء، وانتشرت الانتفاضة في كل أنحاء فلسطين. ليست ردة فعل على هذا الحدث الصغير، وإنما لكل هذه الأسباب التي تراكمت وتراكمت كما ذكرنا حتى تفجرت في 9/12. وكان لهذه الانتفاضة، كتحليل سريع، مجموعة من الأهداف التي حددتها الحركة الإسلامية: رفع الروح المعنوية للشعب وتعميق ثقته بربه وإسلامه، نفض مشاعر الاستكانة والعجز والاستسلام للواقع، تأكيد معاني العداء والصراع للعدو الغاضب المحتل، تأكيد الهوية الإسلامية لفلسطين وشعب فلسطين، تأجيج جدوة الجهاد في سبيل الله، الحد من غطرسة اليهود وهزهم نفسيا من داخلهم، ضرب الاقتصاد الإسرائيلي، الحد من معدلات الهجرة والاستيطان، وإحياء قضية فلسطين التي ماتت على المستوى العربي والإسلامي والعالمي. وقامت الانتفاضة بسلاحها العجيب، سلاح الحجارة. أطفال في منتهى العجب، يقف الطفل أمام دبابة فيرميها بحجر، وانتزعت معاني الاستكانة والخوف والذل التي غرست ل40 سنة، وظلت تأخذ أشكال من المقاومة: حجارة، ثراوات، مولوتوف. رأيت عجائب، طفل فلسطيني يقبض عليه فيزج به بالسيارة فيخرج رأسه من السيارة ويمسك رقبة إسرائيلي، مشاهد عجيبة. وبدأ ينشأ جيل تربى على المقاومة بعدما كان جيل قد نشأ وتربى في عهد الاحتلال وعهد الذل والاستكانة. في 14/12 أعلنت الحركة الإسلامية التي هي وراء الانتفاضة عن نفسها، وانطلقت الحركة العظيمة، حركة المقاومة الإسلامية، حركة حماس التي أزالت الذل،
عن جبين العرب والمسلمين. تميزت هذه الانتفاضة بأن فلسطين الداخل أخذوا زمام المبادرة ولم يعودوا ينتظرون العرب أو الفلسطينيين في الخارج، وبرز التيار الإسلامي على الساحة ولأول مرة بقوة شديدة منذ أن تخلت فتح عن توجهها الإسلامي. وتميزت الانتفاضة بأنها شملت كافة قطاعات الشعب الفلسطيني. كانت المقاومات السابقة تقتصر على الشباب القادر على القتال، أما هذه الانتفاضة فشارك بها الأطفال والنساء والشيوخ. تجد شيخ لحيته بيضاء يحمل حجر وينطلق، تجد امرأة عجوز تحمل حجر وتقذفه على الإسرائيليين. شارك الجميع وتميزت بجرأة وتضحية. تجد شاب يدفع برميل أمامه وأمامه مجموعة من العجلات المحروقة ويتقدم بها المتظاهرين نحو دبابات إسرائيلية. جرأة عجيبة جدا. فقادت حماس هذه الانتفاضة، وفي 15/12/87 أصدرت حماس بيانها الأول. حماس يحرك النفوس ويحرك المشاعر من أجل الجهاد في سبيل الله رب العالمين. تؤكد فيه للشعب الفلسطيني والجماهير المرابطة المسلمة أنهم اليوم على موعد مع قدر الله سبحانه النافذ في اليهود وأعوانهم، بل أنتم جزء من هذا القدر الذي سيقتلع جذور كيانهم إن عاجلا أو آجلا بإذن الله تعالى. ألا فليعلم المستوطنون المستهترون أن شعبنا عرف ويعرف طريقه، طريق الاستشهاد وطريق التضحية. إن شعبنا جواد كريم في هذا الميدان، ميدان الشهادة في سبيل الله. ارفعوا أيديكم عن شعبنا، عن مدننا، عن مخيماتنا، عن قرانا. معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة. واشتعلت الانتفاضة المباركة. ما مر يوم إلا والانتفاضة تعم أرجاء فلسطين وتدوخ إسرائيل وتقمع إسرائيل الانتفاضة بكل عنف، وتبدأ تطلق النار أمام مشهد العالم وبتصوير من التلفزيونات العالمية. تطلق النار مباشرة على الذين يرمون بالحجارة على العزل، ويستنكر العالم هذا المشهد، وترتفع الأصوات في أنحاء العالم استنكارا للعنف الإسرائيلي الذي لا يرحم. فيقوم إسحاق رابين وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك بناء على نصيحة أمريكا باتباع أسلوب آخر غير الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، فيأمر إسحاق رابين بأسلوب جديد وهو استعمال تكسير العظام، ويصرح بأن هذا الأسلوب أكثر فعالية من الضرب بالنار، لأن تكسير العظام يجعل هذا الشاب لا يشارك في المظاهرات ولا يستطيع رمي الحجارة. وهذا الأسلوب أكثر فعالية من المعتقلات، لأن المعتقل عندما يخرج يده سليمة يستطيع أن يضربنا بها من جديد، أما هذا الأسلوب فيقضي على أياديهم وفي نفس الوقت لا يستفز العالم ضدنا. وقامت إسرائيل بالتوسع في مصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات العشوائية وعمليات التفتيش والترويع في كل أرجاء فلسطين. واستمرت المقاومة تعتمد على الأساليب السلمية نوعا ما، أدوات خفيفة، حجارة، مقالي، زجاجات حارقة.